اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفترك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك راهبين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك الفصل في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بعد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، ومجاهة نقمتك، وجميع سخطك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واخذ دين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك سحر المسحورين، وارفع البلاء عن المبتلين، وفك السحر عن المسحورين، وارفع الظلم عن المظلومين، والقهر عن المقهورين، وظلم عن المظلومين، وأطلق قيد المسجونين من المظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم، وارحمهم كما ربونا صغارا، أسعدهم كما أسعدونا، أسعدهم كما أسعدونا، اجعلنا قرة عين لهم،
اجعلنا قرة عين لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أحسن مثواهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم أنل عليهم قبورهم، اللهم افسح لهم فيها مد أبصارهم، اللهم بشرهم بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الدعوات ويا رب الأرض والسماوات ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا ممن يبشر فينا بروح وريحان. اللهم افسح لنا فيها مد البصر. اللهم اجعل القرآن أنيسنا، اجعل أعمالنا الصالحة أنيسنا، اللهم لا تجعلها من حفر سيدنا ويا مولانا، يا عالم الخافيات، يا مجيب الدعوات، يا من في رجاء رحمته سجلت العبرات، يا مقيل عثرات المذنبين ويا قابل توبة التائبين. سبحانك ما أهلك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. سبحانك ما أحلمك على من عصاك منا، وما قربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك. من الذي دعاك فرحمه؟ من الذي دعاك فهرمته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي فر إليك فطرده؟ اللهم ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون. أثقلتنا ذنوبنا نبوء إليك بنعمتك علينا ونبوء بآثامنا جئناك مستغفرين وقفنا ببابك متذللين. فارحم مذلا وموفنا بين يديك. ما عصيناك يا إلهنا إذ عصيناك ونحن مستخفون بعذابك ولا مستهينون بمراقبتك، ولكن غرنا طول إمهالك وسولت لنا نفوسنا. ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا حليم يا كريم يا غفور يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أجرنا من عذابك، اللهم أعتق رقابنا من النار. يا رب
رب يا رب نخلع ونترك من يفترك نبتهل إليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك نعود اليك نبتهل اليك نتوب اليك يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا رؤيتك يا رب يا رب لا تحرمنا رؤيتك يا رب لا تحرمنا رؤيتك والجنه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا رب سجد لنا هذا الدعاء يا رب حقق لنا رجاءنا يا رب يا رب حقق لنا رجاءنا يا حي يا قيوم اكتبنا من عتقائك من النار اكتبنا من عتقائك من النار واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا واخواتنا ومن له حق علينا ومن اوصانا بالدعاء اعتقنا جميعا من النار يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة اعتقنا من النار يا رب يا رب اللهم هذا دعاؤنا وانت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا الا بك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.